مشاهدينا الكرام، حبيت نقول لكم اليوم انه تجربتنا راح تكون مع رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصه فوالا. معكم شتوان عبد الرحمن، مصارع المنتخب الوطني ذوي الاحتياجات الخاصه، وزن اقل من 90 كيلوغرام. اكتو نخدم موبايل. اصبر عبد الرحمن، هنا كاين حديده تقدر ترفد رجلك. بيان سور. هاي فاس عبد الرحمن، لو ماركيتك حاجه تحب تكل بزاف على روحك يا اخي. انا كلش ما تحبش واحد يعاونك. صراحه ولا لا وي باينه في هذا. وي باينه اخو، وان شاء الله انا كنت كاليفي، ستكون اول كيما اول واحد بي ان حيت كاليفي يلعب شي في اولمبيا منذ لا كرياسيون تاع جيدو. هذا سمعت انا هو الاول اللي نافست على هذه بجداره، واللي حنتاهل ان شاء الله.